انا ده اول فيلم احضره ومبسوطه بيه، يعني حاسه ان انا كنت مستنيه، يعني مستنيه اشوف فيلم المريم خوري، مستنيه ان انا اشوف حد من عائله يوسف شاهين بيعمل سينما كمان جديده، فيلم نسائي، فهو في اكتر من سبب يخليني ابقى عايزه اشوفه. يعني بتحكي كان حلوه قوي، وان شاء الله كمان الختام هشوف بقى. كل ما يعني بشوف الخريطه بتاعت الافلام بختار. انا دلوقتي بعمل سينما مع دكتور مجدي احمد علي فيلم اسمه اتنين شارع تلات حرب. ان شاء الله. ميرسي ميرسي.